رح ننتقل سوا لفنانة أو نجمة انعرفت هالقد بأغانيها وانعرفت بشكل كتير كبير بالعالم العربي، يعني ما في دولة بالعالم العربي غير ما بتغني أغانيها، مش بس دول عربية، كمان بعض الدول الأجنبية بلشوا يغنوا أغانيها بشكل كتير كبير لهالقد انتشروا. فنانة برزت بأغاني رددوها الكبار والصغار، وكمان وجدوا لها وقع خاص. عم بحكي عن النجمة باسكال مشعليني. مساء الخير. مساء الخير من برنامج ناكس. بونسوار سيرج. بونسوار، شو اخبارك باسكال؟ الحمد لله. بونسوار. اول شيء جمالك عن جد، مره عن مره عم بتصير اجمل والله. صحيح، ما بدي اقول لكلمه تكبر بتحلي، لا العمر بيوقف عند كل البنات اذا فينا نقول. شو اخبارك؟ ولا سر ماشي، البساطه والطبيعه شو بيقولوا، المصالحه مع الذات، يعني صحيح. انت كيف بتحس بقلبك مع ذاتك وشي رباني بيكون تقريبا. ولفتني كثير بشكلك كمان على صافي نقول الزرع اللي عم بيصير حوالي البيت، عم تقطفي قصص ومونه وكل هالتفاصيل، خبرينا اكثر باسكال. اول شيء خليني اقول، لما من زمان من سنه سنتين بلشت ازرع، ما بعرف اذا انت يومتها شفتها، علقوا كثير ليك باسكال عم تزرع ملوخيه وفول، يا حرام ليك شو عم تعمل. هلا رجعت الناس كلها على الزراعه، مش عم بحكي الناس، عم بحكي الكم حدا علق. يعني في احلى من الواحد يزرع لك، لانه على بلكونه، لانه على شباكه، لانه هيدي ارضك وبتعرف شو عم تزرع وشو عم تسقي، وبتحس شيء هيك عم بيكبر قدامك، يعني ما في احلى من ريحه التراب. فهي هي صحيح. صحيح. باسكال، شفنا غنيتك الجديدة فرصة ترجع، يعني شو الهدف منها بالتحديد وليش اخترتي إيصاف؟ فرصة نرجع بفترة اللي أنا بالبيت، كل يوم يسألوني حضري عملي، أنا وملحم منقرر. صراحة المواضيع اللي إجتني مواضيع هضامة، فانكي هيك، عشان قصدي إنه مش رسالة، يعني مثل فرصة نرجع. لما ملحم حكى مع شعر رمضان محمد بمصر وسمعوا فرصة نرجع، صراحة لأنه فرصة نرجع لربنا ونحس مرة ببعضنا، يمكن ده اختبار منه ويا رب ننجح كلنا. اللي عم بيصير معنا عن جد يعني شيء رباني، بهالجرثومة الصغيرة بتتسكر العالم كله، الكون كله. فهون لازم هالدقايق نحس بربنا، نحس صحيح. قد ايه نحن بحاجه له، لرحمته، نطلب منه الغفران، نتسامح معه. يعني ايام كنت تقول ما معي وقت لاعمل شيء، هلا كلنا عدنا ببيوتنا، كيف حلو. كيف الوقت يعني نحن حنرجع نسمع اكيد الفيديو كليب، او نشوف ونسمع ونشوف الفيديو كليب، ولكن اكيد دغري بعد المقابله. كون ختامه مسك باسكال، تعد اليوم من النجمات اللي بينعطاها لقب سفيره للاغنيه اللبنانيه او اللي بيغني غير لهجته مثل المصريه او خليجيه، ما بيستحق هيدا اللقب، شو تعليقك على الموضوع؟ اللي ما بيغني لبناني غير يعني اذا نوع بالاغاني، يعني بطل بس يعني بس كثير لبناني مصري خليجي. راح شوي الكونكشن. هلا سمعيني؟ هلا عم نسمعك مزبوط. اوكي، هيدي قبل كانت، هلا خلص الانفتاح. انا من الفنانات الاوائل، غنيت اول مغربي دنجني، غنيت لهجات كانت كثير جديده، كانت ايام قبل. اللي بيغني لهجه واحده، موسيقى واحده، والا ما كنت وصلت انا على ماليزيا وبلدان كثير عربيه. وانا بمصر عرفوني بنشفت لي دمي ونور صحيح. الشمس وطلب ايدي من اهلي ولما بشوفك. لا يمكن كانت قبل، بس اكيد اذا انت فنان لبناني وصوتك لبناني لازم تغني لبناني، لانه ما في احلى من الاغاني اللبنانيه. برا لما بروح ما بيطلبوا الا لبناني. حلو. فهيدي كمان بفتخر بهيدا الشيء. فخر. باسكال، انت عندك ولد اسمه إلي، ولكن هيدا الموضوع بالحجر سبب مشاكل وكثير قلق للاهالي، يعني خاصه التعب. خبرينا انت شو صار معك بالحجر؟ يعني قاعد بالبيت كل وقت إلي لان خاصه التعليم عن بعد، كمان بدك تخبرينا عن هالتجربه. يخلي لك اياه. تسلم ويخلي ولد لك. هاي إلي، هاي إله. He's so cute. كمان طالع فنان، هيك خبرتينا. ولا ليك عنده موسيقى وبحب الأصالة والطرب وبيتهوفن، يعني شغلة. لأنه ولدين ببيت فن يعني بالنهاية. إيه، لأنه يعني على طول بيو وأمه أكيد. برافو، يعني دائما ملحي مع بكرة موسيقى بعد الدور، يعني استديو كل هالأشياء. بس هلا ضلينا نقول له دق دق، هلا بفترة
الحجر المنزلي ما بتتخيل كله على السمع، يعني كوفن دانس على السمع، غنيت بخاف اعشقك على السمع، شغله يعني صار موسوعه موسيقى. قضيت بالبيت مثل الكل، بس يمكن صار عندي اشياء كثير، مثلا القراءة كنت كثير بعيدة عنها، صرت أقرب لأنه صار معك وقت. سألتيني إذا بخاف، أكيد بخاف، كنت سؤالك إذا بخاف على ابني، هيك كان السؤال مزبوط. قلنا انه الموضوع كثير هيك سبب مشاكل، يعني من وراء القعده بالبيت بنفس البيت صار في كثير مشاكل، وخاصه التعلم عن بعض كمان. بدك تخبريني عن هيدي التجربه. يا ويلي لو تشوفيني على بكره مع الزوج شو عم بعمل انا. يا ليلو ركز، يا ليلو اسمع، يعني لا لا يعني عن جد ما في فايده برايك؟ ليكي ما في شك، ما في شك في افاده، بس مش افاده 100% ولا حتى 70%، افاده 40-50%، لانه نحن عندنا مشكله بالانترنت، لو عندنا انترنت سريع ما عندنا مشكله، بس نحن مشكله راح الانترنت واجت الكهرباء وراح الموتور، يعني بتقضيها نحكي الحقيقه كويس. بس لو عندنا انترنت وكهرباء قويه ما عندنا مشكله، بالعكس كثير منيح. بس مع هيدا كله ايه في استفاده، لانه انا تعلمت قصص جديده كمان معه، وقضيت تعليم وموسيقى وقراءه، رسم، صار عندي موهبه الرسم، صلاه مع بعضنا. يعني الي رسمه من باسكال انا قريبا اذا في اقول. لا مش، لا ما برسم كاركتر، برسم شو بتقول يعني، يعني ظهور اي بعمل تلوين، بس تلوين كثير صغير وصعب. اوكي هذا بيعمل كمان قبل، ما عندي مشكله بحب يعني. بختام اللقاء ضروري نسمع شيء مع إلي كمان. اكيد نسمع شيء مع إلي. خبروني انه زوجك ملحم ابو جديد المحبوب جدا كمان افاجئك بجاتو، وهذا الجاتو كان مؤيد عليه كمان خليك بالبيت، يعني حتى كان في مسج من ورا هذا الشيء اذا نزل على السوشيال ميديا. شو رومانسي. قد ايه تفاجئتي وزعلتي انك عملت عيدك بالبيت ولا معود انك تعملي؟ لا لا صراحه كانت سربريز كثير حلوه، انه جاب لي الكاتو عليه الحجر المنزلي او هالامور، وذكرى تنتذكر انه بهالتاريخ انه قطع علينا هالشيء، هذه بضله ذكرى يعني. فلا ابدا. شو عم بيحضر اليوم استاذ ملحم لباسكال اغاني؟ صراحة الميني ألبوم صار جاهز، محضر لبناني، يعني أول أغنية حتنزل بإذن الله إذا خلصنا من كورونا والوضع كان منيح بلبنان، يا رب أمين. رح يكون في أول أغنية. اعطينا سكوب شغنية هيك سمعينا شيء. استنى لا ما رح غنيها اكيد، لانه كثير حلوه، بوب وستايل وميلودي وكاتشي، يعني اذا بقول كلمه منها بدها تعلق، فكلام من رفاعي والحن ملحم، وفي اربع اغاني لبناني خالصين كثير حلوين، كلاسيك وبوب واشياء كثير حلوه. وخليني اقول فرصه نرجع هي لرمضان محمد الشاعر واحمد البرازيل الملحن، وصورناها بالباترون بكنيسه مر اصفين وعلى الفور ابو ساعتين، وبعتنا على مصر ومكسا جوا مع بعض. خليني بس نقول لانه كثير ناس سالوني كيف صورتي بهالحجر المنزلي. صحيح صحيح. شفنا فيديو لك بيجمعك مع الممثل هشام سليم باغنيه، ومؤخرا سمعنا تصريحاته حول بنته، بتطلع ببنته انه تحولت من فتاه لشاب، شو تعليقك على الموضوع؟ انا كثير بحترمه هذا الشيء، لو كل بي وام بيوقفوا حد مشاكل اولادهم ما كنا بنوصل لكثير اشياء. طب بس كلام حطيتي بنفس الموقف كيف تتصرفي؟ يعني بدي اوقف حد ابني او حد بنتي اذا صار بهيك شيء، لانه لو ما وقف حده رح يصير معه مشاكل، انتحار، تعاطي، لانه هيدي مشكله، يعني في شخص عنده معاناه بمشكله فوقف حده ليسانده. لازم دائما الاهل يوقفوا حد اولادهم اكيد، اكيد شو ما كان في مشكله، يعني في شيء مرضي ما عم نحكي نحن، يعني في دكاتره بيقولوا في شيء مرضي، فهذا اذا ما وقف حده يعني شو بصير، يعني في اذى، في انتحار، في تعاطي، في مشاكل كبيره، فانا بحييها هالشيء. لا اكيد اكيد. طيب كثير من النجوم شفنيهم بعالم التقديم من بعد ما كانوا مغنيين وبعالم التمثيل، اجيك كذا عرض بالزمان باسكال مشعلين، وما بعرف حتى الساعه ما صرحتي اذا عم بيجيك عروض او لا، او انت بتحبي ولا مسكره البواب على هالمواضيع، ممكن نشوفك شنهار مقدمه برامج او ممثله يعني الى جانب الغناء؟ ليك انا من مديت مرتين فلومي سينما قديما وما حلف الحظ، التمثيل هلا زحته خلص ما بقى حتى براسي تمثيل.
حكيتنا عن تقديم البرامج من فترة قبل ما اجت كورونا، كان عم بينحكينا عن تقديم برنامج بلبنان، كأنك عارف ايه، بس ما حكيت عنه لأنه ما كانت شيء بين مصر ولبنان. بس صراحة ما بعرف ديتيلز 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 كيف قطعتي عن الموضوع؟ مين اللي محطة التلفزيون القناة شو؟ لا لا لك ليه، لأنه قناة عربية؟ ايش سوري؟ قناة عربية؟ قناة عربية؟ ايه قناة عربية مش محلية. لا لا كان عربي عشي شو مع تقديم مع ستايل، يعني المفروض يطلع البرنامج بالوقت الحالي؟ لا لأنه توقف حاليا من وراء كورونا، لا يرجع ينحكى وينبتشي حسب الظروف يعني. بس صراحة كان بين ايه وبين لا، لأنه انت مقدم وانت بتعرف يعني التقديم مش لعبة كمان، يعني انت بتكون جاهز للضيف اللي مقابلك وشو بدك تسأله وشو بدك تكون محاول لبط. فما بعرف، انا اكثر شيء قلت لهم بعمل تيست بايلوت يعني. بس خبرتك بالعالم الفني بتسمح لك انك تعملي برنامج وتقدر تكوني قدها باسكال مشعلينا؟ انا برايي الخاص لازم تعمليها ومنشجعك. طيب خلص منشوف ان شاء الله. باسكال شو اكثر اغنيه قطعت بهيدي الفتره او بالفتره الاخيره حبيتيها وقلت يا ريت على بالي انا كنت غنيها؟ بتصدقي ربا بعمري ما قلت يا ريت هالغنيه لإلي ولا هالكليب لإلي، لانه دائما مؤمنه كل انسان بينجح هو اللي عمله. ما بعمري تمنيت شيء لغيري، لانه ما بعرف ليه، انه بحس انه يعني لو كان لقلي مش رح ينجح معي، ما هذا نجح لانه فلان. اي اغنيه سمعتيها وهيك لفتتك كثير؟ اخر شيء ذكروني شوي، يمكن بعدها المعلقه براسي بلكي تترات انساي لسعد رمضان مثلا، او تترات المسلسلات الرمضانيه، او تترات المسلسلات الرمضانيه، او يمكن ما بعرف. كنت عم تقلي لسعد رمضان شو لسعد رمضان؟ لسعد رمضان في عنده كتير أغاني، بس إنه في محمد رمضان وسعد المجرد إنساي. لا لا أكيد إنساي أكيد، وابني أكيد. شو بحبها وبيرقص عليها أكيد. بس تترات المسلسلات ما سمعت شيء؟ إيه تترات المسلسلات. جوزيف عطية، نانسي عجرم، نوال الزغبي. جوزيف سمعتها حلوة. على الغايم. إيه جوزيف سمعتها حلوة. بتعرف شو في راحت على راسي؟ بنت الجيران، مع انه سالوني بمصر كم يوم سكر محل، سالوني قالوني انه هيدي اغنيه مهرجان، قلت لهم ما بتفرق اذا اغنيه مهرجان او اغنيه، بس فيها ميلودي حلو وفيها نغمه مهضومه. يعني في ايام اللي بيكون نحن بنقول له يعني بتعتبريها يعني من الاغاني الاول اللي نزلت على الساحه لا لا لا، بس انه اغنيه مهضومه هيك فيها سلسه فيها سلاسه. شو اذا عرض عليكي مثل هيدا الاغنيه ممكن تغنيها انت باسكال مش علينا؟ إذا فيها غزل للرجل والميلودي حلو وفيها قيمة لصوتي إيه بغنيها أكيد بتغنيها. طيب رح نسألك أسئلة جدا سريعة وبدنا جواب باختصار لو سمحتي أكيد. يعني نقي واستحلي، رح نخيرك بين شغلتين على طول وتنقي فرد وحدة. هيدا شوف شو رح تختار باسكال مشعليني. بس ما تقلي نقي فلان أو فلان دخيل. لا لا لا، قهوة ولا شاي؟ شو؟ قهوة ولا شاي؟ قهوة. قهوة. دايت أو سبورتس؟ أو رياضة؟ حمية غذائية ولا رياضة؟ سبورت. صيف أو شتاء؟ الاثنين بحبهم. بش عليني أو مش عليني؟ البش عليني. بش عليني لأنه العائلة الأساسية أكيد. محمد رمضان أو تامر حسني ديو؟ مع مين تعمل ديو؟ محمد رمضان ولا تامر حسني؟ اف ليش هيك؟ يعني ما بيسوى الاثنين؟ لا احنا ناطرين مين بدها تنقي باسكال. لا تامر. تامر اوكي. طيب توم اند جيري او ميكي ماوس؟ توم اند جيري. توم اند جيري اوكي. تحشي فروج او تحشي كوسه؟ لا احشي كوسه. تحشي كوسه. جنسيه مصريه او سوريه؟ شو هي؟ جنسيه مصريه او سوريه؟ مع احترامي للجنسيتين الجنسية اللبنانية ومن بعد لازم وحدة يا لطيف المصرية. المصرية. طيب يعني روتانا ولا لايف ستايل ستوديوز؟ شو هي سوري؟ روتانا ولا لايف ستايل ستوديوز؟ يعني شركتين الانتاج تعاملتي معهم؟ ما رح اقول وحده منه لانه لايف ستايلز انا هلا عم بنتج انا وياهم، وروتانا كنت 10 15 سنه وانا في شيء على شان اليوتيوب تبعولي فالاثنين. طيب نجم بطل يطل معك باحدى الكليبات بدي ابو شقره او باسم مغنيه؟ اوف حرام عليكم. طيب اوكي اذا تعنيف وضرب وهيك بدي ابو شقره. طيب انت عم تحضري منيح ببرداني انا عم بتابعي منيح. طيب 8 ولا 14؟ شو هو لبنان او شو؟
8 ولا 14 شو بتنقي؟ لدي ولا دا؟ لبنان. ليه الرقمين حلوين 8 و14 بار، يعني بتحب الامبير؟ لا لا لبنان لبنان. فتح البلد او تسكير البلد؟ تسكير البلد او فتح البلد او يفتح البلد حتى لو في كورونا. لا ما بدي انا لا تسكير ولا فتح البلد، بدي بتوين الانتباه الوعي، لانه بعدنا بمرحله ما طلعنا منها وما نخاف على كبارنا. باسكال مشعليني شكرا لك على هيدي الاطلاله، يعني مثل عادي كلك روقنا وكلنا بنحبك كثير كثير كثير، كنا حابين نسمع ابنك بمعزوفه كثير حلوه، ولكن ايه عندك حديك قريب؟ يلا يلا كوفن دانس، يلا 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 يلا. ها ما زال هو بده، لو انا قلت له ما كان بده. قبل ما نبلش قبل ما يلا 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 نقطع. اوكي يلا الي يلا هيدا نسمع. خليك هالعيلة الحلوة باسكال وي لاف يو، شكرا لك على هذه الإطلالة. ثانك يو يا قلبي. ورمضان كان بده يقول لي شيء قليل، سمعت كأنه بده يقول شيء كان راح. رمضان راح. كريم سلمينا عليك كثير شكرا كثير لك. خليني بس أقول رمضان كريم وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى، لأنه لبنان بيستاهل والشعب اللبناني بيستاهل. بحبكم سيرج، ثانك يو لكم. مرسي كثير لك باسكال مشعليني. خلينا نشوف الكليب اللي بعد ما شافوه فيه، شوفوا سوا لباسكال مشعليني.